صلي نور يثبت الإيمان، وابقى ساعتها واثق وثابت مهما كان، ولا تتهز الشعرة ثوابتي والأصول، واقف على أرض صلبة واللي يقول يقول واللي يقول يقول، واقف على أرض صلبة واللي يقول يقول. أخي إيهاب، بما إن حضرتك درس كتير في المخطوطات وكلمتنا كتير عنها، هل إحنا ممكن من المخطوطات نفسها نسبة صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه؟ طبعاً، المخطوطات هي دليل من ضمن الأدلة الكبيرة على إن الكتاب ما تحرفش. في أدلة تانية، لكن المخطوطات تحديداً من الأدلة الكبيرة. مثلاً أقدم حاجة موجودة عندنا النص العبري، النص العبري ألف ميلادية، بعيدة عن الميلاد أهو، ألف ميلادية، اسمها أليبو كودكس. أليبو يعني حلب، كودكس يعني كتاب، يعني المخطوطة كانت تتكتب درج أو جزء صغير، بارشمنت يعني جزء صغير أو درج كامل سكرول، أو كودكس كتاب على الظهر وعلى الوش، يعني يتكتب على الورقة من هنا وعلى الظهر، لكن الدرج لا، الدرج وش بس. فآدم مخطوطة عندي كاملة للعهد القديم، هي بتاعت حلب دي، ألف ميلادية، ألف وشوية، 940، يعني المهم إن إحنا فين؟ في 1000 سنة بعد الميلاد. طبعًا دي بعيدة، يعني أنا بقول إن العهد القديم من أيام عزرة، بعيدة عن 1000 ميلادية. لغاية 1947 كنا كلنا تعبانين من النقد، يعني ما عندناش حاجة قديمة. 1947 كهوف وادي الكمران، 11 كهف. ال 11 كهف لقوا فيهم، يهمني ان كل الاصفار ما عدا سفر استر، لكن في اجزاء في كل الاصفار الا سفر اشعياء النبي. سفر اشعياء النبي ال 66 فصل، طبعا هو ما كانش فصول، يعني كان كله ورا بعضه وما فيش اعداد، ما فيش تقسيم. ال 66 فصل كلها موجوده في الكهف رقم واحد. الكهف رقم واحد لما ادانا ده، ادانا في كهف تاني جزء تاني في سفر اشعيا بس مش كامل. معلش، هي اتلقت امتى اصلا؟ 1947، بس طبعا مش كل الكهوف، لا هي امتدت شويه، مثلا وصلت لغايه 1952، كل شويه كانوا بيكتشفوا كهف. لكن الدرج بتاع اشعيا ده اسمه جريت سكرول اوف ايزايا، يعني درج اشعيا الكبير موجود النهارده في متحف اسرائيل، حاطينه وعرضينه الناس كلها تشوفه. Under lock and key for over 40 years, the great Isaiah scroll was stored underground in Jerusalem until displayed in 2008 for just a few months. In 1947, 7 scrolls were found in caves at Qumran, the original Dead Sea Scrolls. They're considered one of the greatest finds of the modern era, and the 2,000-year-old great Isaiah scroll is the most famous. It contains over 25% of all the biblical text among the scrolls. Nearly every part of the 66 chapters of Isaiah are intact. Its fragile condition requires it be kept in a temperature-controlled underground vault. Museum of the Bible displays a facsimile of the great Isaiah scroll, allowing generations of people to view and engage with the Bible in all its unifying influence over the centuries. درج اشعيا الكبير تاريخه امتى؟ تاريخ كتابته، مش تاريخ اكتشافه، انا يهمني تاريخ كتابته، 125 الى 175، خليني اكون وسط، 150 قبل الميلاد، يعني خليني اكون متوسط ما بين ده، 150 قبل الميلاد، ساي 125 قبل الميلاد، من انا كان عندي 1000 ميلاديه، يبقى كده 1000 ميلاديه. النص العبري اللي هو اللي انا قلت اليبو كودكس، اللي هي نسخه، يعني النص العبري اللي في ايد الناس في الوقت ده، المزوري ده، اسمه المزوري. تمام، كان شبه بالظبط اللي اكتشف في ما احنا هنشوف بقى شبه ولا مش شبه. أوكي. يبقى ادعاء، احنا عايزين نشوف شبه ولا مش شبه، عشان قصه التحريف دي بتتطلب ان انا في فتره زمنيه معينه مسكت النص ولعبت فيه. الفتره الزمنيه دي امتى؟
فأنا لو عندي مخطوطة قبل الميلاد ب 150 سنة كاملة سفر إشعياء، ومعايا مخطوطة تانية من حتة تانية لسفر إشعياء برضو ألف ميلادية، يبقى عندي 1100 سنة فارق زمني من قبل الميلاد لغاية بعد الميلاد. لو في ده غير ده يبقى حدث تحريف، دي تجربة عملية، لكن لو ده زي ده يبقى ما فيش تحريف، ولا الكلام مش منطقي؟ مظبوط. بس باقي الأصفار كده يعني أثبتها إزاي؟ باقي الأصفار في منها أجزاء كتيرة زي اللي عندنا، يعني مثلا افرض إن أنا لقيت فصل من سفر حبقوق موجود في قمران، أقارنه بنفس الفصل في حبقوق العبري اللي معايا من بتاع المزوري ده بتاع الألف ميلادية، هل زيه؟ أفترض ليه بقى إن الجزء اللي مش موجود، ما هي أجزاء إلا سفر إشعياء، ليه أفترض إن الجزء اللي مش موجود محرف أو غير طب ما أنا عندي دليل إن هو ده زي ده؟ يعني لما ألاقي سفر كامل 66 فصل ما فيهوش اختلاف بمعنى مش اختلاف في الحرف، لا اختلاف بمعنى نص غير نص. لو احنا جربنا، انا معايا على اللاب، لو جربنا نشوف ده وده جنب بعض تجربه عمليه عشان نطلع الفكره بتاعه التحريف دي سليمه ولا مش سليمه، ونتاكد تماما ان المخطوطات بتديني دليل. يعني مثلا اشعياء 53 كام كلمه؟ 166 كلمه. 166 كلمه في قمران، 166 167 في العبري 166. ايه الاختلاف؟ عندنا اختلاف في كلمه واحده من ثلاث حروف، كلمه واحده في 1100 سنه من ثلاث حروف، والكلمه دي محطوطه بعقيده معينه، هي كلمه نور، من تعب نفسه يرى ويشبع، عندنا احنا من تعب نفسه في النص العبري، هم قايلين من تعب نفسه يرى نور ويشبع، هم عايزين يقولوا حكاية إن هو هيشوف النور، لأنه مين كان في ذهنه إنه قطعة من أرض الأحياء ابتعد عن النور ودخل للموت، حاجة تفسيرية كلمة واحدة، لكن باقي الفصل إيه الاختلافات اللي فيه؟ فيه اختلافات. إيه هي؟ في النص بتاع الألف ميلادية في علامات تشكيل كانت دخلت في النص حديثا، علامات التشكيل اللي هي الضمة الكسرة، انتوا معايا ولا؟ ما كانتش موجوده في مخطوطات قمران، برافو عليكي. فيبقى الاختلاف عباره عن ايه؟ لو انا عايز اكسر حرف كسره، فانا ما عنديش الكسره في قمران القديمه اللي قبل الميلاد، لكن جت عندي فين؟ في النص الالف ميلاديه. الكسره دي علامه بتتحط، لكن هناك يحطوا ليه حرف ايه، وهكذا الضمه يحط واو، والفتحه يحط الف. هي دي الاختلافات وكلمة نور. هل هو ده التحريف اللي الناس بتقول لك تحريف؟ يعني تغيير دراماتيكي في النص، يعني جبت نص شلت نص وحطيت نص، كان ده مش مظبوط. في مقارنة تمت بين ثلاثة أعداد من سفر إشعياء الإصحاح 53، في المخطوطة الموجودة في كهوف وادي قمران والتي يرجع تاريخها إلى عام 125 قبل الميلاد، وبين نفس النص الموجود في النص العبري الماسوري الذي بين أيدينا والذي ترجع أقدم مخطوطة له إلى القرن العاشر الميلادي وهي مخطوطة حلب، نجد أنه يوجد 19 اختلاف بين النصين، وجميعهم متعلقين بعلامات التشكيل، فالنص القمراني لا يحتوي على تشكيل، ولهذا استعاض عن الفتحة بالألف وعن الضمة بالواو وعن الكسرة بالياء. هذه هي الاختلافات التي بين تلك الثلاثة أعداد، والتي تعد في حكم علم النقد النصي اختلافات هجائية لا قيمة لها. في حاجات بقى في قمران تأيد المسيحية أكتر، زي إيه؟ لو بصيتي مثلاً للنص بتاع إشعياء 9 عدد 6، عارفين النص ده بيقول إيه؟ بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. اليهود اللي عاملين النص العبري ما بيغيروش في النص، ما عندهمش قصة إن هو يغير في النص، فاستؤمنوا على أقوال الله. بس اللي بعد الميلاد متضايقين من النص ده، إن المسيحيين بيستخدموه كزريعة، لأن ده عن مين؟ المسيح. يولد لنا ولد ونعطى ابناً ويدعى اسمه عجيباً مشيراً
إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هم راح قالوا لك إيه؟ إلها قديرا دول كلمتين. يعني هي إيه الجبور في العبري؟ يبقى الله القدير بقى هو اللي جابه مش اسمه. يعني الله القدير هو اللي جابه. فعاملين فصل لأن أنا قلت لك إن الحروف جنب بعضها، فلو فصلها هو عنده حق خلاص. مش بنقول له إنه ده تحريف؟ ده مش تحريف، ما هو أنا بوريك إن هي هتشهد لينا. ده العبرانيين ما لعبوش في النص لكن فصلوا الكلمتين. إيه الله القدير؟ إيه الجبور فصلوها؟ هي مش إله، هي إيه الله. في المخطوطات بتاعت قمران إيه الجبور كلمة واحدة، هو اسمه الله القدير. مش كده أنا بقول دايماً ما نقولش عن إله قدير عن الرب في إشعياء 9، لا ده هو مكتوب عنه الله القدير. إيه الجبور كاسم واحد؟ يدعى اسمه عجيباً لوحده، مشيراً لوحده، إله الله القدير لوحده، أباً أبدياً. هي جاية أبيعاد هنا برضو، يعني اسم برضو، هو فازر أوف إترنتي، أبو الأبدية القادمة، يعني هو المصدر وهو موضوع الأبدية القادمة. هو مين؟ هو المسيح. فهنا إشعياء 9 في قمران بيحللي حكاية الفصل اللي هم عاملينها دول عشان يبينوا إن هي مش اسم. لا، بتوع قمران قبلها بألف سنة بيبينوا إن هي اسم. مفيش لعبة في النص، لكن قمران ادتني دليل. حاجة كويسة إن حتى اليهود اللي عندهم مشكلة في بعض النصوص مش يعني ما بيردوش يغيروا في النص. ما يغيروش خالص، دول استؤمنوا على أقوال الله. أنت لو عايزة تشوفي بنفسك، يعني لو عايزة تشوفي تجربة عملية، أدي الرسمة أهي. أنا جايب إشعياء 53 كله وجايب النص بتاع قمران حطه في سطر، والنص العبري حطه في سطر تاني، الاتنين تحت بعض، في أرقام، رقم فوق كل حرف يقول الاختلاف إيه. إيه هو الاختلاف اللي أنا حكيت لك عليه؟ في الضمة هو حاطط واو في قمران، في الكسرة هو حاطط إيه، في الفتحة هو حاطط ألف. فكل الاختلافات دي كلها تافهه ملهاش أي قيمة. يعني بس مثلاً فرق لغة، لكن هي نفس الكلمة، يعني ده بس فرق إن كنا بنستخدم اللغة بنحط واو ودلوقتي بنحط ضمة، بس هي يعني بالظبط كده. ما يعتبرش اسم اختلاف ده يعني. لا ده مش اختلاف، ده هو هم لما دخلوا علامات التشكيل حلت محل دي، فهي اللي عملت الاختلافات. تمام. لكن مثلا نتوقع ان يبقى في تغيير في النص، عندنا نصوص قرن. طب عندنا مخطوطات ثانيه برضو فيها تشابه مع النسخ القديمه، يعني عندنا حاجات ثانيه غير لا في مخطوطات كثيره خالص. مره ثانيه احكي لك عن المخطوطات. لا، مخطوطات كثيره خالص فيها تشابه مع المخطوطات الحاليه، فده يثبت ان النص تم نقله بامانه. المخطوطات تديني دليل على صدق الكتاب العبري اللي وصل لينا، اللي هو جزء من كتابنا المقدس المسيح. طب لو عايز اعرف اكتر عن مخطوطات ممكن اعرف منين؟ لا سهله دي، ممكن اديلك انا اسماء مراجعه.